ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما يا رب. اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده وفيديو جديد ويوم جديد، والنهارده حلقتي روتين. اتمنى اكون ضيفه خفيفه على قلوبكم، تستمتعوا معايا في فيديو النهارده. يلا نبدا حلقتنا كالعاده. صبحها عليا بلايك حلو زيك يا اماريه، ولو لسه مش منوراني بشرك في القناه، اشتركي في القناه وفعلي زر الجرس علشان يوصلك كل فيديوهاتي وصفاتي بمنتهى السهوله. ويلا نبدا حلقتنا ونشوف يومنا النهارده ماشي ازاي. زي ما انتم شايفين كده، النهارده انا عندي صلصه، هعمل اكله كده خفيفه. بدورت بقى اعمل اكله ايه، وقلت اما اجرب البتاعه دي اللي انا جايباها دي، الممسحه دي، لان انا لما جبتها اللي متوليه امرها وبتشتغل بيها هي يوانا بنتي. هنا كنت بوريكم ان هي بتتعصر كده اهوت. المهم دخلت المطبخ قلت ايه، ادعبس كده واشوف الدنيا ماشيه ازاي. بقى لي 4 ايام مش قاعده في البيت، وايفرن هي اللي قاعده مع اخواتها وهم اللي متولين امر نفسيهم. يعني مش معنى كده ان انا بسيبهم هم يعملوا الاكل وكده، لا، انا قصدي ان انا بعمل الاكل وبسيب الاكل هم بقى يسخنوا ياكلوا الكلام دوت. المهم فبالنسبه لي كان الرخام شكله متبهدل، فقلت خلوني انضفه واشتغل بالممسحه دي، اشوف شكلها عامل ازاي. الممسحه دي حلوه جدا جدا جدا، ان هي بتعصر لوحديها. طيب هي احلى هبه ولا الممسحه اللي هي 25 جنيه ديت اللي انت بتشدي بيها الخضرة؟ هقول لكم لا، الممسحه الارخص طبعا، لان ما بتحتاجيش ان انت تعصري ولا اي حاجه، بتنزلي على الحوض على طول. انتوا فاهمين قصدي؟ بس هي كعرايس كحاجه الاولاد يفرحوا بيها ويقعدوا يشجعوا، هي حلوه مش وحشه. المهم هنا بقى بصوا، هنا كنت بوريكم المطبقيه انا رشيتها، مش عارفه وريتها لكم قبل كده ولا لا، بس اعتقد ما قلتلكوش، كانت مصديه ومتبهدله ورشيتها. وعلى فكره صد التاني، يعني في الكوبايه الروز اللي هي في النص ديت تحت منها هيبتدي يصدي. مسحت كل حاجه ورجعتها مكانها زي ما احنا شايفين كده. وبعد كده ابتديت ان انا افكر بقى النهارده اعمل اكل ايه. بصراحه كنت عامل لهم بشاميل، يعني مكرونه او نجرسكو بشاميل. فرجعت وقلت ايه، خليني ابص على التلاجة واشوف في التلاجة في ايه. فقلت بعد ما انضف بس ايه الكاتلين دولت، كاتل القهوه والكاتل بتاع الشاي، واركنهم على جنب، هبتدي ان انا ابص في التلاجة. فصلت التليفون ودوس ستوب وبصيت في التلاجة، لقيت عندي بتنجان رومي، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، ربنا يديمها نعمه يا رب. وعندي عندي بتنجان رومي، وعندي بواقي صلصه مكرونه بصلصه، كنت عامله مكرونه بصلصه وفلي امبارح. فقلت لا، خلوني اخد الصلصه ديت نفسيها واعمل مسقعه، بحب المسقعه جدا جدا جدا. وعندي كنت مقطعه بطاطس صوابع وحطها على الرف في ميتها للاولاد، عشان وانا موجوده لو حب حد جاي يعني وحب ياكل يطلع وياكل. فلقيت عندي قلت لا، خليني انضف الثلاجه واطلع الحاجات اللي موجوده في الثلاجه. هنا القهوه كنت رايحه المشوار بتاعي امبارح وماليه المج الحراري اللي احنا شفناش انه من شويه الارنوب دوت، وكان في مج تاني اللي هو ستاربكس دوت، كنت ملياهم قهوه. فكان الكاتل نفسه الوعاء الاستانلس دوت كان مليان على الاخر، فالكنكه لما جت تفور، مش تفور، لما جت تستوي لانها كانت مليانه على الاخر، فمانع الفوران بتاع الكنكه كان متسخ جدا. فنضفته زي ما احنا شفنا دلوقتي كويس جدا، قلت اعمل كوبايه قهوه اظبط دماغي. وهنا كنت اقل لجوزي على 2 كيلو ليمون. عاوزه اقول لكم ان انا عيني متقلعه على الليمون ده، ان انا اعصره ما شاء الله، الليمونه كبيره وصفرة وحلوه جدا. فقلت ايه، خلاص خليني المره دي اعصره، وان شاء الله ان شاء الله هقوله من نفس المكان يجيب لي بكره 3 كيلو اخللهم، هنخللهم مع بعض. لو انت عايزه حلقه التخليل بتاعه الليمون اكتبي لي في كومنتات، انا كده كده هصورها. ولو كتبتوا لي في كومنتات ولقيت اجماع على ان انتوا عايزين الليمون المخلل هعمله. المهم جيت هنا بقى ايه، عاوزه اقول لكم كنت بصور حاجه امبارح على البوتاجاز دوت، وحد قال لي في حته في المكان اللي انا بمسحه دلوقتي ده كنت بغسله، دي فيها زيوت، رغم ان انا لسه عامله البوتاجاز بس فعلا كان فيها زيوت. المهم جبت بقى ايه السلكه وابتديت ان انا امسحها زي ما انتوا شفتوا كده اهوت، وخليتها زي الفل. اي حد يقول لك اي انتقاد ما تزعليش منه، اللي بيقول لك كده عاوزك دايما نظيفه، شايفك نظيفه عاوزه تبقي انضف، مفيش مشكله. مش ايه ده انت بتقولي ان انا متسخه، لا خالص. بصوا بقى، النهارده عملت غدا في فطار، وده بقى حالي باستمرار، ده حالي باستمرار. انتوا شايفين ده، اني انا كل ما عاوز حاجه علشان اعمل حاجه، يعني مثلا دلوقتي انا عاوزه حاجه ببوزه عشان اعصر فيها الليمون، فابتدي ان انا اطلع هنا اجيب حاجه ببوزه. مثلا الحافظه بتاعت الكيكه المغطى ديت حطها فوق هنا، دمس الفول حطها فوق هنا. هو ده مطبخي، صعب جدا جدا. والدرف كمان اللي داير ما يدور في الارتفاع اللي حواليه دوت، عاوزه اقول لكم ان انا كل شويه اجيب البف وافضل اقف علشان اجيب، عاوزه حاجه من مكرونات من درفه الخزين اجيب حاجه اقف عليها. فالموضوع بالنسبه لي المطبخ الضيق صعب وممل وحاله متعب جدا. عاوزه اقول لكم الكرسي اللي انا بقف عليه بدخله واخرجه الاوضه 100 مره عشان اجيب حاجه من المطبخ. المهم طلعت بتنجانيه كبيره، عندي حجم اصغر، ما رضيتش اجيب 2 عشان ما اعملش كتير، انا عاوزه اعمل اكله تكفيني النهارده اللي هو غدا، ولو جه بابا الاولاد بالليل اتعشى بيهم.
قلت بقى النهارده بما اني الفطار غدا والغدا فطار، اعمل لهم ايه؟ اعمل لهم حاجه كده حلوه. وجيت وانا بصور كل شويه الموبايل يفصل كالعاده، واحنا عارفين نزلت لحد عندنا هنا بتاع موبايلات قال ان هو عاوز يتعمل له ضبط مصنع، وطالما عملت ضبط مصنع كل اللي عليها يطير. فقلت خليني امنتج الحلقه ديت، وبعد ما انزلها على اليوتيوب واعملها خاصه ابتدي اعمل ضبط مصنع وعليه العوض في بقيه الحاجات الموجوده في الموبايل، اذا كان بقى صور او اذا كانت حاجات خاصه بيا اللي هقدر احتفظ بيه عند حد او في الفليشه هحتفظ. بس للاسف انا معيش فليشه، بس عندي حد يعني ممكن ابعت له صور تكون تخصني، مرات اخويا، اي حد على الماسنجر، وابتدي احتفظ. وبعد كده لما اعمل ضبط مصنع ابتدي انزلها تاني. الشاب اللي كان واقف في المحل قال لي من فتره للتانيه الموبايل لما بيهنج بيحتاج ان هو يتعمل له ضبط مصنع، وبعد كده بيرجع بنفس الكفاءه اللي لسه مشتريه بيه. فهجرب واشوف، والله هي المعلومه كويسه مش وحشه، احسن ما انزل واجيب موبايل بمبلغ وقدره في الوقت اللي احنا فيه دوت. المهم ان بعد ما قطعت البتنجانه زي ما احنا شفنا كده سلايزات، حطيت عليها شويه ملح عشان تنزل الميه اللي فيها عشان ما تشربش زيت. وهنا بقى ركنت كده كوبايه القهوه بتاعتي وقلت خليني اعمل ليمون قدام الكاميرا او من ورا الكاميرا، تصوير من غير تصوير. امين الله انا ما بعرفش اعمل اي حاجه وانا قاعده، يعني انا عصرت 2 كيلو ليمون وانا واقفه على حيلي. لو عملت محشي وبلف محشي بعمله وانا واقفه على حيلي. فالموضوع بالنسبه لي فعلا حرفيا متعب جدا، ويصدق المثل اللي بيقول انت ربنا مسلط دماغها عليكي، يعني انا فعلا ربنا مسلط دماغي عليا، مش بعرف اعمل غير كده. المهم بصوا بقى، بعمل حبه ليمون كده وتشيل البذر بتاعه على قد ما تقدري، ما تحاوليش تخلي الليمون بتاعك يبقى فيه بذر لانه بيدي مراره، تمام كده اهو. بصوا بقى ابتدي ان انا افتح حبه كده عشان اشتغل حبه وهكذا. وانا بعصر الليمون بتاعي، انا بعصره على فكره عشان اخزنه، هو دي طريقه تفريزي للليمون، بفرزه ازايز. في ناس بتعمله بقى في قوالب التلج، فرزي بالطريقه اللي انت عاوزاه، كلها النتيجه واحده. فرزي في قوالب التلج، تطلعي قلب قلب، فرزي في ازايز، وتطلعي عارفين انتوا ازاز البيبسي اللي هي الاصغر من اللي انا هحط فيها دلوقتي دي، اللي هي ال البومبه ديت اللي هي الصغننه خالص دي اللي هي نص دي. المهم بتبقى عندي باخد مثلا الازازه دي اقسم نصها، اخد نصها احطها اعرف في التلاجة لغايه ما تخلص، وبعد كده اطلعها من الفريزر الباقي واشتغل بيه وهكذا. ما بطلعش كميه كبيره على الرف عشان ما يمررش. وانا بصب كده ببقى عيني شايفه ان انا ما اخليش بذره، طلعي هخلي معلقه جنبك، ولا اما هو في الاخر اصلا بيرقد تحت خالص. يعني انا لقيت كل البذر اللي نزل مني كان راقد تحت خالص في الشفشق بتاعي. بصوا انا بحب جدا السكينه، بتديني كميه ليمون اكتر وبتنزل الشعيرات بتاعه الليمون، واحسن من العصاره بصراحه. بحس ان القشره وانا بعمل في العصاره بيبقى فيها ميه وبتبقى فيها كتير على فكره، مش عارفه بقى هو اي نعم بتوجع كفه ايدي وبتتعبني، بس معلش اتعبي شويه وبعد كده هتلاقي نفسك ارتحتي. انا عندي ازازتين اصلا في الفريزر، وعندي عملت دلوقتي ازازتين تاني. بيجي بقى الليمون لما بيغلى يوصل 30 و40 و60 والاسعار الغريبه اللي احنا بنسمعها، بلاقي نفسي انا اصلا كده كده عندي ليمون مش محتاجين. فزي ما احنا شايفين كده، بصوا بقى عمل معايا شفشه قد ايه، الشفشه ده تقريبا لتر. هنا كنت خدت نص كميه الليمون عشان لو بكره ان شاء الله ربنا احياني وداني العمر وخللت ليمون هحط القشر ده على الوش علشان ما يعملش عفونه، فانا هحتاجه. ابتديت هنا بقى اجيب الازاز بتاعتي مغسوله وكويس جدا ومصفيه كويس جدا، وابتدي ان انا املى بقى. بصوا عامله معايا ازازتين، الازازه اللي انا بقول لكم عليها الصغننه الكرومبه دي ولا البومبه دي بتبقى نص الازازه دي، فلما تقعديها على رف الثلاجه مع استخدامك ما بتاخديش وقت. بصوا هنا بقى دي الازازه انا كنت حاطاها على الرف. هنا بصوا الحبه اللي فاضلين فيهم بذر شلتهم بمعلقه كده، ابتديت ان انا انتشلهم. وهنا بصوا طبعا شفتوا معايا كذا مره البطاطس، وانا بعملها بالطريقه دي، اخلي الزيت يغلي، الناس اللي ما شافتش الحاله معايا قبل كده، وانزل عليها بالبطاطس اول ما تفور فوره واحده بس اللي هو دقيقتين تغلي في الزيت، اطفي عليها واسيبها 3 4 5 ساعات براحتك جدا. اول ما بصحى من النوم بعمل كده، واجي بقى لما نحضر الغداء او الفطار اخر حاجه بعملها بفتح الزيت بالبطاطس اسويها وبتطلع مقرمشه وخطيره طبعا. ولاني الموبايل عملها معايا ومعرفتش ان انا اصور بنفس الكاميرا بتاعتي، صورت بتليفون بنتي، هو ايفون، بس لما نقلت المقطع من عندها اللي عندي على الماسنجر بعد كده رجعت عملت له تحميل على التليفون، الجوده كانت وحشه جدا. هنا قلت خليني اطلع اي حاجه موجوده في الثلاجه واعمل لهم بقى غدا. لقيت عندي سوسيس، ولقيت عندي طماطم وفلفل، وهنا عندي كانت هريسه شطه كنت حاطه فيها على فكره طماطم زي كده
وبقى منها برضك بقيت هرس شطه ولقيتها مش محمضه ولا حاجه، قلت اقطع طماطميتين واقلبهم في بعضيهم، وعندي فلفل مقلي بهرس الشطه. هنا بصوا عملت طبق مخلل ركنته على جنب، وهنا هعمل قرص بيض. عندي هنا واحده بس ونص كده من الجبن الرومي، قلت هخرطها مع الفلفل زي ما احنا شايفين كده اهوت. هعمل لهم قرص بيض بالخضار وكل بواقي التلاجة الموجوده عندك. طلعي كده اي بواقي عندك، جبنه اسطنبولي، طلعي جبنه نستو اهرسيها. عاوز اقول لكم الحاجات دي مع البيض بتدي طعم حلو جدا، ودي بتعتبر اسمها بيتزا البيض زي ما احنا هنشوف دلوقتي شكلها عامل ازاي. ولان زي ما قلت لكم المقطع مش باين، انا سبت لكم صوره بمنظر فطارنا او غدانا النهارده. هنا ابتديت ان انا البتنجان بتاعي يستوي، بصوا اللي اطلعه احط بداله واصفي كده وانا واقفه شويه، وانزل على الصلصه على طول، مش محتاجه ان انا اجيب طبق فيه مناديل ولا اي حاجه. انا عاوزه اعمل الاكل وناكل على طول، ويبقى اليوم انجز معايا، مفيش عندي كركبه في مواعين، وفي نفس الوقت يعني روقت تلاجتي. طلعي يا جماعه ما تحطوش اكل على الاكل، طلعوا الاكل الموجود في التلاجة وبعد كده وبيعملوا اكل جديد. عارفه ان ولادنا وانا اول ولادي واكتر ولادي بيعملوا كده، بيتنمروا على الاكل وبيبقى موضوع الاكل ده متعب بالنسبه لنا كامهات، بس اعملي الاكل حاولي على قد ما تقدري يكون بشكل حلو. هنا طلعت شويه زيتون، قلت احط شويه زيتون لان بصراحه بحب قرص البيض دوت بالزيتون، بيفرق قوي. انا ما بحطش في البيض بتاعي غير ملح وفلفل اسود زي ما احنا هنشوف دلوقتي. جبت بس سوسيس بس اقطعه شرايح كده اهوت، ما تعمليهاش شرايح رقيقه، خليها يعني ايه فيها لحم شويه عشان يبقى طعمها حلو. القرص ده ريحته في البيض خطير، جربوه هيعجبكم جدا زي ما احنا شايفين كده. بصوا خلاص كده كفايه عليا قوي 3 وحدات، يعني بصوا كميات صغننه من كل حاجه عملت معاكي كميه طبق كبير. هنشوف الطاسه بتاعتنا عامله ازاي. الجبنه الرومي دي بقى لما بتسيح في السخونه بتاعه النار مع البيض بتبقى يم يمي، تبقى خطيره، تبقى تحفه، تبقى حلوه قوي. هنا بصوا مجهزه كوبايه قهوه تاني، وهو ده اللي انا بتكلم فيه. طول ما انا قاعده بعمل حاجه وبشرب قهوه انا مش حاسه بطعم القهوه، فبشرب واحده تاني. ابتديت ان انا بصوا خلاص هرستها بايدي على قد ما قدرت. جبت 4 بيضات معايا هنا اهوت، كان في على فكره بيضه تانية في التلاجة بس مش عارفه ما طلعتهاش ليه، زي ما يكون البيضه دي ما رضيتش تيجي معايا. المهم اعملي التلاته اعملي 4، وما شاء الله اصلا مع الخضار اللي انت حطاه عامله كميه حلوه، ملح وفلفل اسود او فلفل ابيض براحتك خالص. هرجهم كويس جدا في بعضهم زي ما احنا شايفين، وانزل بالمكونات ديت لان الطبق ده كان صغير، وهقلبهم كويس في بعضيهم، وهجيب طاسه احط فيها شويه سمنه ماده دهنيه وانزل عليهم واغطيها بغطاء حل عشان تستوي من فوق ومن تحت، او لو الطاسه بتاعتك بغطاء غطي بالطاسه بتاع غطي بالغطاء بتاعها وخلاص كده. هنا بعمل كوبايه قهوه، انا الولاد هم اللي هيتغدوا، انا بقى مش محتاجه اي حاجه من الدنيا غير كوبايه قهوه تظبط دماغي. وهنا قلت لا لازم اكسر القاعده ان انا احط في نفس كوبايه القهوه بتاعتي، فشلتها وطلعت الكوستر اللي مكتوب عليه اسمي، قلت بقى دلعني بقى. والكوبايه، ولان الكوبايه التانيه كانت اكبر فكان باقي معايا سيكه كده من القهوه هرميها، وهنا اتملت على الاخر. قلبت الصلصه بتاعتي في المسقعه، وتعالوا نجرف ونشوف الغدا بتاعنا النهارده بالف هنا وشفا على الولاد وعلى كل اللي اكل منها. التصوير طبعا بعتذر جدا زي ما قلت لكم، الجوده لما بتحملي حاجه عند حد وترجعي تحمليها تاني على الجهاز هو دي بتبقى النتيجه، فطبعا بعتذر جدا. وهحط لكم دلوقتي الصوره لشكل الغدا بتاعنا، كان شكله حلو ويفتح النفس وحاجه مختلفه عن اللحوم والحاجات دي كلها. خلص حلقتي وخلص يومي النهارده، لو وصلتي معايا لغايه هنا حط لايك للفيديو عشان تعلم مستوى الفيديو بتاعي، واستنوني بحلقه جديده وفيديو جديد. تصبحوا على الف خير.